السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة هتكون عن كلب الروتويلر أو الروتفايلر زي ما بتسميه في بلدك. الكلب ده من أفضل كلاب الحراسة اللي ممكن تقتنيها على الإطلاق. أنصحك لو بتفكر تدور على كلب حراسة كامل الأوصاف بمعنى الكلمة، ما تترددش لحظة إنك تربي كلب الروتويلر، لأنك هتشوف كلب من أجمل وأفضل كلاب الحراسة في العالم. كلب ما بيعرفش الخوف بمعنى الكلمة. الكلب ده عايز أقولك إنه لو اتأهل من صغره على الطاعة والحراسة، بتشوف كلب من أقوى وأفضل كلاب الحراسة على مستوى العالم. الكلب ده بيمتلك كتل عضلية جبارة بمعنى الكلمة، ثم إنه بيمتلك فك من أقوى فكوك الكلاب على الإطلاق. كلب الروتويلر بالنسبة لي كلب رقم واحد في الحراسة. كلب ما بيهابش أي شيء بيقف قدامه، إذا كان إنسان أو حيوان. يكفي إن أقولك إن كلب الروتويلر ممكن يضحي بحياته علشان خاطر صاحبه أو المكان اللي بيحرسه، يعني كلب فيه وفاء مش طبيعي. الكلب ده عايز أقولك إنه لو تربى سوء تربية أو أنت ربيته سوء تربية، ممكن يكون خطر على حياتك أنت شخصيا. يعني الكلب ده لو أهلته من صغره على الحراسة والشراسة من غير طاعة، يكفي أن أقولك أنك ممكن تشوف كلب من أشرس الكلاب في العالم، لأن الكلب ده لازم يتأهل من صغره على الطاعة قبل الحراسة والشراسة. عايز أقولك معلومة، أن الكلب ده مش هيحتاج منك أي تدريبات شراسة خالص، إلا حاجة بسيطة جدا جدا، لأن الكلب الروتويلر بيتولد شرس بالفطرة. كلب الروتويلر من أشطر كلاب الحراسة اللي ممكن تربيها في العالم، وزي ما قلت لك الكلب ده من أفضل الكلاب اللي ممكن تربيها لو عندك أطفال. الكلب ده ممكن يضحي بحياته علشان خاطر الطفل أو صاحبه أو المكان اللي بيحرسه، يعني كلب كامل الأوصاف بمعنى الكلمة. كلب الروتويلر الكلب ده مش هيتعاني في تربيته أبدا، لأن الكلب ده شعريته قصيرة وكلب مش بيحتاج منك أي اهتمامات على الإطلاق. كلب الروتويلر الكلب كامل الأوصاف بمعنى الكلمة. الكلب ده من أفضل كلاب الحراسة اللي ممكن تقتنيها في العالم. كلب كامل الأوصاف زي ما قلت لك في أول الفيديو. بيتراوح وزن الذكر الروتويلر من أول 55 لحد 70 كيلو جرام، وأنا بتكلم عن الروتويلر البيور أو الإكس لارج اللي هو أكبر أحجام الروتويلر، زي اللي واضح قدامك في الفيديو ده كده بالظبط. بيمتلك فك فتاك بمعنى الكلمة، وبتتراوح وزن الأنثى من أول 45 لحد 55 كيلو جرام. الكلب ده بطن الأنثى بتشيل من أول 4 جراوي لحد 10 جراوي. بيتراوح عمر الكلب ده من أول 8 سنين لحد 15 عام، والأعمار بيد الله طبعا. ثم إن الكلب ده، نرجع لموضوعنا، كلب فتاك بمعنى الكلمة، وفي نفس الوقت لو ما عندكش الخبرة الكافية في تربية الكلاب، ما انصحكش إنك تربي كلب الروتويلر، لأنك هتعاني مع الكلب ده جدا جدا. يكفي إن أقولك إن الكلب ده من أول ما بيتم عمر 4 شهور بيحاول يفرض شخصيته على صاحبه، يعني بيحاول يكون هو القائد عليك، هو الألف عليك، وده أمر غير صحيح جدا جدا. الكلب ده لو فرض شخصيته عليك وتربى على الأمر ده، عايز أقولك هيكون خطر على حياتك أنت شخصيا. لازم الكلب ده من أول عمر 3 شهور تعرفه أن أنت القائد عليه، أنت الألف عليه، يعني أنت اللي بتأمره مش هو اللي بيأمرك، لأن كلب الروتويلر الكلب من الكلاب اللي شخصيتها قوية جدا جدا. ثم أن الكلب ده مش هيحتاج منك أي تدريبات شراسة على الإطلاق، لأن كلب الروتويلر بيتولد شرس بالفطرة، يعني الكلب ده كل اللي هيحتاجه منك تدريب طاعة وبس، طاعة وتأهيل على الطاعة وسمع الأوامر وبس. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا النهاردة. يا رب يكون استفدتوا من الحلقة والفيديو عجبكم.